بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيثما ثم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا تنسوا الفضل بينكم، ولا تنسوا الفضل بينكم. فجي ذلايا ديوسان دي سورة البقرة الآية 237 يوس الآية سنجرغد أفريذ تذر أفريذ لهنا أفريذ تلويث. هذه الآية تؤدي بنا إلى كل خير، إلى كل خير، تضمن لنا دوام الأخوة ودوام المحبة والوحدة. سبق في علم الله أن الناس يتكاملون ولا يتكررون. شو المعنى؟ كل يون يطفد ثمس يطفد الجهة يس وهذا معاون. أدفتغ مثال، النبي صلى الله عليه وسلم يقيمك الصحابة إناد أرحم أمتي بأمتي أبو بكر. المعنى يس ماشي سوى تكسار الرحمة، لا، الرحمة تفرد ذيس فاند ظهرت بك صديق يسعى خصال كثيرة يكفي أنه يشارك ربي سبحانه زم دا كليس دي الهجرة يمي دي هو جرسي بكال المدينة يليس يليس ظرف يقيس يمي دي ربي إلا تنصره فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا. النتيجة فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم ترها. الحصول والفهم باللي أبو بكر الصديق يسعى مازال ذاب قرار في مشبه صلى الله عليه وسلم. أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر. مدين عمر بن الخطاب اشتهر بالعدل، لا يعني بالصحابة ويا حسين العدل، سعى العدل، ولكن صفة بارزة طافحة. مرض عمر عمر فاروق ولاد الحسن البصري يضربوا في الناس شدينا إلى أكثر من ذكركم لعمر بذا ارتداطات، فإنكم إن ذكرتموه ذكرتم العدل. هذا مشي مع عمر مشي مع عمر يعني فاروق العدل العدل. أمي بعد شو سيدنا، وإن ذكرتم العدل ذكرتم الحكم العدل جل جلاله. مع الأمور التداعي، هذا التداعي شيء طبيعي. أما إيش ديننا؟ وأصدقهم حياء عثمان، عثمان بن عفان الرجل الذي تستحي منه الملائكة. المدينة وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ، أعلم الصحابة بالحلال والحرام، يعني يقول يعني الفتوى يعني مرجع ميسنن ميسنن الصحابة. كل يوم يسعى خصائص مميزة أدلغ لمدي وطندد وأعلمهم بالفرائض زيد بن ثابت. الوير يجي يكسر مليح الفرائض المواريث
والفريضة تدوسا بالقرآن الكريم. ربي نات في كتابه العزيز آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيكم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. سورة النساء 12. بمعنى الفرائض اللي ديرسان دي الشرع يثم تيسلم مليح زيد بن ثابت. لذلك الولي ديال الفرائض علم الفرائض حضور قوي لزيد بن ثابت. ما يعنيش بلي الصحابه الغرين لا كلهم علي بن ابي طالب صاحب المساله المنبريه اللي افتى فيها في المنبر لسيره العاون جا سؤال قبل الجمعه مباشره كان يتجاوب في الخطبه المساله اصل 24 ثم عادت الى 27 مساله عائله في علم الحساب والرياضيات الزوجة ضيف ثلاثة من 24 سعر 200 ثم حينما عادت المسألة من 24 إلى 27 أصبحت ثلاثة من 27 سعر نفيا يفكت الجواب في المنبر فالمنبر وصار ثمن الزوجة تسعة والقصة معروفة وسميت بالمسألة المنبرية. حيث تحقق العون مرة واحدة الأصل 24 يعود إلى 27 مرة واحدة فقط في المسألة المنبرية رغم كثرة احتمالات الدنيا مع كثرة البشر يبقى دائم علم الفرائض يستجيب لجميع الاحتمالات ولا تنسوا الفضل بينكم بدينار سبحانه ولا تنسوا الفضل بينكم. هؤلاء الصحابة أيضا تمثل هذه الآية في نهاية الحديث لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة عبد بن الجراح. ربي مدينة ولا تنسوا الفضل بينكم سورة البقرة الآية 237 يعلمنا يرشدنا لكي لا ينسى بعضنا فضل بعض فنتعاون كما قال في سورة المائدة وتعاونوا على البر والتقوى معونت أفوس نفوس فاعكم خصائل أتفوس. ضرب نعطيه أمثلة تطبيقية تيوري براتيك نظري وتطبيق. الآن نبدأ بالصحابة نذكرناهم ونبدأ بهم. الصحابة رضي الله عنهم هذا ضرب في الأسن لا المهاجرين لا الأنصار ليس كذلك. وكذلك أكل بنان ربي سبحانه يفقد الأثر نصر جهدا صبرا رفدا صرفا نفقا عوزا خدما كل شيء يوز ما ربي. ولذلك ربي سبحانه ذكر يمدينا مسته البأساء والضراء كملوا وزلزي شوف الكلمة لفظة قرآنية حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. إذا ربي جرفيثا جرفيثا مليح ماشي غير سهل شو برك هالدرجات الدوز مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. إذن هؤلاء الصحابة أثبتوا جبارتهم استاهل معونا ولا ينسى بعضهم فضل بعض. زيد رب سبحانه خلد أثرهم وخلد مآثرهم يذكرون فيشكرون ويقتدى بهم ويعتدى بهم. ربي خلد ذكرهم في القرآن مثل هذه الآية اللي سمعتوها. زيد في سورة الحشر الآية 8-19 الآية 8 تكلمت على المهاجرين أولئك هم الصادقون مما ورد في وصفهم يوصف ربي بالصدق
فيلدز صدقوا، يصدق عليهم قوله تعالى في سورة الأحزاب: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الصديقية درجة عالية، الصدق ماشي الإنسان. لذلك هم من الذين أنعم الله عليهم. نقرأ سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، أنعمت عليهم، من هم الذين أنعم الله عليهم؟ والرابع نقرأه، يعني هذه الآية نعرف فحوارا بسورة النساء. أتنفهم من غطى سورة النساء الآية 69؟ شكون؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الوكالاكي أنعم الله عليهم، وكان قال اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. كي تفكروا هذه الآية لازم مباشرة لازم القلب والعقل يروحوا لسورة النساء. شفوا عليها آية 69: من هم الذين أنعم الله عليهم؟ هم ربي ذكرهم أربع أصناف: من النبيين، الأنبياء، والصديقين، والشهداء، والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ربي سبحانه إذن في سورة الحشر ذكر المهاجرين وخلد أثرهم. الآية الثامنة، الآية الثامنة مباشرة، الآية التاسعة: الأنصار الذين استقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين. والصار مشوق من أنصار المهاجرين، ربي خلد مآثرهم وذكر بعض صفاتهم. إنات يحبون كبروا من هاجر إليه. شوف دور الحب، الأنصار استقبل المهاجرين بحب، وكل واحد يخدم خدمة نتاعو بحب يكون عندها الأثر عند الناس في الناس، ويكون القبول عند الله. لو كان العمل بمحبة يحبون من هاجر إليه. ممكن الصحابة يقولوا مرحبا بكم يا المهاجرين، تاكلوا تشربوا تركدوا فقط أو كيف؟ وراي المشاعر، المشاعر هذه حاجة كبيرة بزاف، هي التي ترفع وهي التي تضع، هي التي تفرق وهي التي تجمع. مسألة مهمة جدا ولها وزن كبير في الوحيين. ربي في كاس الزاد والنبي مش في الصالمين صلى الله عليه وسلم في كاس الزاد: إذا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. تجد من صفات الأنصار. طيب بعد ذلك الآية التي تبقى العاشرة، واش قال ربي؟ علمنا كي لا ننسى فضلهم. ونفتشويانا الفضل نسم. أشو دينا ربي؟ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. واللي ما ينساش السابقين معناه يعرف الفضل نتاعهم، أليس كذلك؟ ترى يمكن يغورنا، هذا مثل الصحابة، مثل التابعين، مثل العلماء. تدر في كان واحد نسأل الله يبارك، تدر في سعادة الذرة في التاريخ. حضر أما الصالحين، أما العلماء، أما المجاهدين، ثلا حاضرة في التاريخ، لم تكن غائبة في التاريخ الجزائري. ثورة كنا تربيتين جولة إلى قصدك دعوة خير، حفظ القرآن، سلم القرآن، بنى الجوامع، بنى الثمارين، حرز القيم اللي فالور النار، حرز التشريعي، حرز التجديد. والكلام يبقى سؤال، وإلى قالت بتسوم الآية العاشرة من سورة الحشر: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا
سببونا زورنا الإيمان. زيد والآية 237 مرة أخرى سورة البقرة أربعة دقائق ولا تنسى الفضل بينا. نموذج آخر أبن غال الجامع ولي فلا لك الكوات وما زال إن شاء الله ليك من المساء تمعونا بلك من فكاد الرأي ويضي فكاد أدريد ويضي فكاد فيدي فيدي نس كوني ولا شدي فكاد أبن فلا الجامع وما زال ليك من إن شاء الله. إذن واش كاين ولا تنسوا الفضل بينكم تعاونكم على البر والتقوى نفس الشيء كذلك خدمة المجتمع الإصلاح بين الناس لأن كل واحد لا ينسى فضل الآخر ولا تنسوا الفضل بينكم باش اللحمة تبقى دائما قائمة. ممكن يوقع الاختلاف بين الناس عادي ماشي حرام اختلاف داخل تندر داخل توشوت يلا ثمار فوق تسليف ثمار في سليف إيه. أحيانا صار كبيرة يعني لا عجوزة ولا عروسة مرة واحدة عجوزة قالت لي نهار من نهار اللي بديت نقرب حول الأوكية أنا تهنيت وعروستي تهنات خطريت قرار صافي نقول كاع على جايز يروح يقراو باش يتبعو العرايس مفهوم. احيانا يكون خلاف يقول يا العروسه ما تنساش هذا العجوز عندها ستاتي عندها الكرات غير احكي لي بلاصتك ثم غار ساعة مازال احنا ما كان ثم غار تلاقي ذي مس بركازي يبات زوجك اذا ديرها بالرياضيات بالفيزياء بأي الشرع بالقياس بالمنطق بابا ويما هم أصوله أصول زوجك إذن أمغات صمغات ساعة نزال ذاك تتساوى وكذلك زوجته ولزبي نفس النظرة هي أيضا عندها باباها ويما عندها أيضا أصول ولا تنسوا الفضل بينكم خطر هذه مشاعر معاملات ولا تنسوا الفضل بينكم لو كان تروح هذا هو الجي بي اس نتاعنا هذا هو لابوسول هي البوصلة التي لا يضيع صاحبها ما يضيعش والله ما يضيع محال أثر داخل توجهه كل واحد يعرف قدر الآخر يلا نروحوا أركز الزوج والزوجة كيف كيف علاش ربي سبحانه قال في سورة النساء الآية 21 وأخذنا منكم ميثاقا غليظا ميثاق هذا الميثاق معناتها أرجى زوجة الطوفي شركي ماشي عقد عادي لايك تو مارياج عقد الزواج إيه هو عقد الزواج هو عقد كسائر العقود يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود سورة النائلة الآية الأولى ولكن العقد ذاكي العقد الزواج يفكاس ربي زاد دم قران اسم الميثاق ميثاق ما ذكرت كلمة الميثاق إلا في موضعين في موضع الزواج وفي موضع النبوات باش ندرك قيمة هذا العقد المعنى اسمي لم قدر من خير الله هذه الآية 21 الآية 21 من سورة الروم 21 ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقد استخدمنا اللغة السن لعقل ذي المعقول ربي يضرب في الحمالة مودة يضرب في الرحمة ولا مثل الحمالة في الرحمة أخا ما يريد روحه يا هذه قيمة جهد إذا غابت المودة وحضرت الرحمة الأسرة ما تضيعش إذا كانوا في زوج بسم الله
الله ما شاء الله. لذلك ربنا أراد الثبات للأسرة لكي تقوم أسفل. علماء الاجتماع جميعا بلا استثناء لاشو قلنا أدقر ثوشوت في الإنسان في الإنسان التوتي ثوشوت أسرة فلساس أساس تمتي المجتمع الأسرة أساس المجتمع بشرع ربي في المواثيق الدولية ميثاق الطفل اللي صدر في 84 في المادة الرابعة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان صدر 48 المادة 16 إعلان حقوق الطفل الصادر سنة 89 دخل حيز التنفيذ 90 نص على هذه المسائل جميع المواثيق وصار بالليل وصار وصار والأسرة البشرية لا توجد لا مشطوح بعد كبر الانتماءات كبر تتسع الدائرة حتى نوصلوا على مستوى الأسرة البشرية فماذا قال رب سبحانه سورة الحجرات الآية 13 وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ما تنسوش الفضل بيناتكم لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ربي سبحانه وتعالى في كتاب الخضار بالليل الميزان ديكسا أريف الشاب وذات الخضر ربي تقوى ميزان عادي بين جميع الناس إذا ربي سبحانه في سورة الروم الآية 21 سمعت الآية زيد شوف آيات الآية 231 من سورة البقرة ربي قال لا تمسوا لا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا إلى آخره آية أخرى ولن تذروها كالمعلقة وبعد تأتي السنة تدعم هذه القيم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي وبعدين جيب جهة أخرى أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة ميزان ميزان موازين ولا تنسوا الفضل بينكم علاش باش الأسرة تدوم تستقر وكبر الأسرة نزيدو نكبرو شوية فدات قرية أما إذرنا العراش إلى آخره ولا تنسوا الفضل بينكم مرة أخرى في مجال العمل الميدان ما نهضرت هنا في مجال الصلح كما ذكرنا في لقاءات سابقة ولا تنسوا الفضل بينكم فلوي مختصين في المسائل الأحوال الشخصية الله يبارك ما ننسوش فضلكم كلوي مختصين للتجارة والأمور المالية إلى آخره كي نحتاجكم أنتم تفرغوها تكون ما تفرغوا ذي ابنين الخير اللي درس قبيل ابنين الخير ها أنتم التجارة والمال ولا أنتم في العقار القاعة ويا ما القاعة أكيال إلى السبة التلوفة في القرآن يلها اللي يحمل القاعة يلها اللي يحمل أكيال يعني يلها ولكن إذا قرد لي وكيال القاعة السبة باش نخدم شوال أكيال وريد سيديرة السبة شوال الحمالة وكتلها نعم هذا الطراب اللي خلاوه الأجداد ما جاش باطل جاب التعب جاب الجهاد جاب خرجوا فرنسا كانت فرنسا انا بالجزائر قرب 32 سنه ماشي شويه اي رجل في كلام يا الجزائر يا الجزائر نضحي الفداء نطف في دولار نرنى الاستعمار نطف الحريه نعود الوطن ذويه يموثن ونحب سلام أنا من حرم ثابوت عزيزنا السعودية إسفران قرنسي باش نرسلوا الحمالة نتموث الوطن قولاً دي رسالة السهالة ولكن
ولا تنسوا الفضل بينكم. افري تلقى اسمح لي تشوف خاوه ما شاء الله خاوه كي يموت باباهم تبدا الكيله تبدا الخاف. ايوا يا سيدي خير ان شاء الله. قسم التركه شرعا وعرفا في زوج باش تفهمها مليح. اسفروا السلام ورب سبحانه وزعم وورث. وبعدين يدينا آباءكم وأبناءكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. فريضة من الله إن الله كان عليم حكيما. وزاد رباطي قال ولله ميراث السماوات والأرض. إيه تورث شحال يعني؟ تورث 20 30 سنة 100 سنة يجي نهار تخلي كلش. كل واحد يخلي الآخر. الورثة يولوا مورثين ويتسجل سوى. قال لي مزورة ثمورث تبدل إمولانا. ثمورث من القاعة تبدل تغير الملاك إمولانا يتغيروا. 1920 قطعة الأرض من باب فلان. 1940 رحت لواحد آخر. 1960 واحد آخر في الدور. إذا نؤمن هذا هو الميزان. رباطي قال ولله ميراث السماوات والأرض. أم بعد لا تنسوا الفضل بينكم. إذا فهي القاعدة قاعدة ذهبية تؤدي إلى تمتين اللحمة بين الناس. أذمي حمالا وأذمي عقالا وأذمي عوانا وأذمي عيش أكل منا ذي السر ذي لسر ذي الهنا ذي تلويث. إذا طبق الناس مقتضى هذه الآية يتعايش الجميع ويعرف بعضهم قدر الآخرين ويمتلون اللحمة التي تربطهم يحافظون على أخوتهم ويمتلون وحدتهم ويعيشون في سلم وسلام. أدعشنا في تلويث ألم بظلم سخن القرار. أخم القرار يترجع مرة. إذ مثلا الكلمة الختامية أدينير الليل والسلام منهاج حياة. والله لو طبقها الناس لعاشوا في سلم جميعا ولن تنسوا الفضل بينكم. أما إذا حاد الناس عنها ذعذ الفلاس أذفت بعد الشقاق والنزاع والخلاف الذي لا حد له حتى العبادات تروح. يا خوتي واحد كيكون مهموم يقول الله أكبر يخشع الروح نتاعو تروح أليس كذلك؟ والخشوع روح الصلاة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. لذلك مرة أخرى دون الهموم صغر أنت ولذي العيبة دلنا ذي الطعن غير بسبحانه ما إلا فراثي نفرنا نبيوسا نقدرنا نسمعونا نفوس نفوس نحرز ليهمات نحرز تدوكلي ربي أغدي والاستقنى الرحمة. بعد شو دينا أدي قرف دلث أذلث ذثمون. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. ما نرى في حياة الناس بسببنا نحن لقد نقيم الدين في أنفسنا وفي حياتنا فيغير الله حالنا إلى أحسن حال. آية محكمة إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وربي وعذاب الوعد يستلز الحق إلى الأذي غدوان وكن في كاسر حنينو وذكر خزر ثنوان وذكر صغر حياة ثنوان أدبر الوسن الآن أتعي الشدة
والدين سلمي. هذا ديننا، هذا منهج حياتنا، وأن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.